أنطوني بكر جربنا على الميد رينج بأول 2 بوينتس لفريق نادي الأهلي يلي بلش اليوم من اللاعبين كليفلاند توماس على الكارد 2 بوينتس كمان سفر بجرب من على 3 بوينتس 3 بوينتس بارينغتون والأهلي بالتفوق بالأرقام 5-2 لصالح فريق نادي الأهلي جراب حدديان بيعرف كرة السلة وبيأكد كل الأعراف من وقت ما بكون صغير بيعلمك 2-1 تلعب كرة تلعب باس علي حيدر عم يزيد من غلة فريقه رونالد داف عم يقدر سجل بالبيفوتينج نقطتين رودريك عقل هيدي اللعبة يوصل عند علي حيدر اللي بجرب من على 2 بوينتس بايده الشمال عم يروح محل ما بيحب افضل المسجل باربع نقط بالكورتر الاول ترجع لعند رودريك عال على 3 بوينتس سجل توفيق صالح دارينغتون من على 3 بوينتس سجل دارينغتون 3 نقط رجع لعند رودريك عائل رودريك بيعكسها لعند كرم مشرف بتنزل بالداون لو عند نعيم رباي بيقدر سجل على الباك بورد رونالد ديلف محرره تماما لازم يكون اقوى من هيك عم يقدر يسجل عند وان رونالد ديلف كليفلاند توماس جيرارد حديديان عم تقدر تسجل اول كره بفينجر تيب ستام دانك دفاعيا فريق نادي الاهلي 3 بوينتس عم تسجل من جيرارد حديديان دارينغتون من على 3 بوينتس جت باس بتوصل من رونالد ديلف لعند دارينغتون كريستوفر دارينغتون عم سجل نقطتين إنايز توصل لعند عمر عمر جمال الدين عم يسجل كيف ما كان عم تسجل فريق نادي الاهلي وتحديدا كمان نقطتين عم يقدر يسجلهم أنطوني بكر باخر 5 ثواني هيز بيعكس الكرة لعند علي حيدر على 3 بوينتس عم تسجل على البازر بيتر الكرة بآخر ثانية من عمر الكوارتر ولكن النسبة اللي عم نشوفها على الإحصائيات طبعا بدي تشكر لجنة الإحصاء بحلب 3 من أصل 19 بنسبة 15.8% أكيد بهيك نتيجة أو بهيك نسبة ما رح تربح وهي 3 بوينتس مرة ثانية عم نشوفها كمان دارينغتون مع الكرة كمان بيجربنا على 3 بوينتس كمان عم يقدر يسجل 3 بوينتس كريستوفر دارينغتون بارزاح جاد نصر وصل عند نعيم رباي نعيم بيجرب من على الميدرين بيسجل نقطتين اليوم الصالي خليني اقول شبه مليانة فريق نادي جمهور نادي الاهلي ولا مرة بيتوانى عن وجوده هو مانو جمهور نتائج بتقول جمهور نادي الاهلي بيعرفوا مين هو جمهور نادي الكرامه نفس الشيء بدي اتشكركم على المتابعه مني انا عمر حسينو كل الحب